يقال ان الامام يتحمل بعض الواجبات عن المأمومين، نرجو توضيح ذلك وبيان ما يتحمل. نعم، الامام يتحمل بعض الشيء عن المأمومين، من ذلك انه يتحمل السهو عنهم، فاذا سهى المأموم ما عليه سجود، انما يسجد الامام ويسجد معه، اما سهوه وحده وهو مع الامام لا يضره ولا يكره سجود وحده، اذا كان مع الامام من اول الصلاه، ويتحمل عنهم لو ترك الشهد الاول وقام يقومون معه، ويتحمل عنهم هذا الشهد الاول اذا قام ساهيا يتبعونه وينجبر سجود سهو. وعند بعض اهل العلم يتحمل عنهم ايضا قراءه الفاتحه، عند الاكثرين يتحمل عنهم الفاتحه ولا تجب عليهم، لكن الاصح انها تجب على المأمومين، انه لا يتحملها عنهم، هذا هو المختار لعموم الادله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لم يقرا في الكتاب في الصحيحين. قول صلى الله عليه وسلم في الروايات الاخرى: لعلكم تقرؤون الخفين، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا الا اذا كان الكتاب، فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها في احاديث اخرى. نعم.